الأهم من ده كله حاجتين الحقيقة، أو 3 حاجات عشان نكون منصفين. الحاجة الأولى إن البعض، مش البعض، الجماعة اللي شمتوا، الشماتة اللي شفناها من البعض للأسف، اللي هم للأسف مصريين وللأسف زينا كده من بني جلدتنا زي ما بنقول، والشماتة اللي شفناها في عيونهم وكلامهم وبرقياتهم وبسطاتهم وبرامجهم، إيه الشماتة دي كلها؟ يا أخي البني آدم الطبيعي، الطبيعي لا يشمت في موت ولا يشمت في جريمة ولا في مصيبة، إيه كمية الشماتة دي كلها؟ شماتة في المصريين، وشماتة في الشعب، وشماتة في الجيش، وشماتة في الشرطة، وشماتة في القيادة السياسية، و و و إلى آخره. إيه يا جماعة ده؟ يا جماعة خلوا عندكم ولو جزء بسيط جدا من الإنسانية. أنتوا مختلفين معانا سياسيا، أوكي، أنتوا بينا وبينكم مشكلة، ماشي، لكن هذه المشكلة لا يمكن أن تكون مبرر أبدا ليكم في أنكم تشمتم في الموتى وفي المجروحين، وتتاجروا بالقضية بهذا الرخص اللي حاصل، تتاجر بقضية واحد محروق أو واحد ماشي وهو محروق، فتنزل الصورة بتاعته وتتاجر بيها علشان تحقق هدف سياسي على حساب جثث المصريين وعلى حساب دماء المصريين. ده شيء لا يعرفه دين ولا تعرفه حتى إنسانية. الحاجة التانية المتعلقة بهذا الأمر، التحليلات اللي سبقت الأحداث، اللي على طول دخل يعلق وكأنه هو خبير فني وخبير صيانة وخبير سكة حديد وإلى آخره، المهم عاوز يطلع الحكومة ويطلع النظام ويطلع الدولة مهملة ومش شايفة واجبها، ونسينا كل حاجة. طبعا أنا قلت في الأول ده حادث صعب، ده حادث مرفوض، ترحمنا على الشهداء، مش ممكن هنقبل بأن حادث زي ده يحصل مطلقا. لكن في نفس الوقت يعني أنت عندك مصيبة حاصلة وعندك امبارح انجاز حاصل واول امبارح انجاز حاصل، ما تخليش المصيبه. الرسول قال ايه؟ قال انما الصبر عند صدمه الاولى. الصبر الحقيقي هو الصبر عند المصيبه، عند وقوع المصيبه. فانت في مصيبه حاصله وفي دماء طاهره بريئه سالت وفي ارواح ازهقت وفي كارثه بكل المعاني، لكن يا راجل يعني الدوله المصريه، هذا الاستقرار اللي احنا عايشين فيه واللي مدفوع فيه ثمن غالي جدا من أرواح ولادنا ومن دمائنا ومن فلوسنا ومن كل حاجة، نسد كله وعلى طول بقينا مع الحادثة كأن الدولة المصرية دولة يعني مقصرة ومهملة وإلى آخره، مفيش حاجة خالص اتعملت. المهم ان انت عايز توقع الحكومة، توقع الرئاسة، توقع النظام، توقع يعني برضو بتاخد الحادث ده برضو سبيل سلم علشان توصل لغرضك انت، ان كنت عاوز تسقط الحكومة او الى اخره.